آخر فترة لاحظ الجمهور قوة صداقة كل من بيكي وفراس من خلال مشاركتهم لصور وستوريهات مع بعض بشكل كتير كبير على انستغرام، والجمهور صار يتساءل وبكثرة آخر فترة عن سر هذه العلاقة وعن ما إذا كانت مجرد صداقة فقط أو علاقة حب. فشو رأيكم أنتو؟ من بعد اختفاء دام عدة أيام، رجع أسامة مروة لساحة اليوتيوب بفيديو جديد وفريد من نوعه، واللي كان مع أخوه يمان وزوجته وبناته من بعد غيابهم عن الأضواء لفترة جدا طويلة. أما شيروف انتقل على دبي مبارحة من بعد سفرته السرية لتركيا، ولأسباب ما ذكرها لحد الآن، واللي هو متواجد حاليا مع ناريد بدبي، واللي عملت عزومة كبيرة لإفطار رمضان، وضيوفها كانوا خالها سياماند وزوجته شهد وأولادهم. أما غيث مروان فكشف أنه عم بيحضر لمفاجأة كتير كبيرة حتغير حياته وتغير حياة ناس حواليه، ورح يكشف عنها قريبا جدا. وكشف أيضا أنه رح يسافر لوجهة جديدة بعد العيد. فشو ممكن تكون مفاجأة غيث اللي حتغير حياته بنظركم؟ اكتبوها تحت بخانة التعليقات. أثار الجدل أنس الشايب بظهوره الأخير ضمن برنامج نورمال 2 بالخلاط بتصريحه اللي شافه الجمهور جريء جدا، حيث صرح أنه بيكره اليوتيوبر الأردني يارغدا كيوميجيان بسبب كرهها له. فشو رأيكم أنتو بتصريح أنس؟ أعطيك اسم يوتيوبر ما بحبه؟ إيه؟ بكرهه. إيه؟ رغدا. أنا اللي بيكرهني بكرهه. شاب؟ إيه؟ أوكي، من البنات رغدا. أوكي، من الشباب لأنه أنا اللي بيكرهني أنا بكرهه. في كثير ناس بكرهها. رغدة حكيت انه بتكرهها؟ انا بكرهها. لا حكت هيك بعض الفيديوهات، فانا بقول ان انا كمان بكرهها. اكل حتى تحيه لها. اوكي، اكثر واحد ما هضمت اللي بعرفهم برهوم معراض. رول عادي انت صريح جدا. وبالحديث عن رغدة، فتعرضت لهجوم آخر فترة وتعليقات سلبية بسبب مشاركتها بصورة بفستان برمضان قبل الإفطار، حيث تم اتهامها بعدم احترام الإسلام وعدم احترام رمضان. واختارت رغدة الرد والتوضيح من خلال هالستوريهات. أنا كتير بحب التصوير والفاشن الأشياء هاي، بس أنتوا مش كتير تتقبلوا هذا الموضوع لأنه أنا ما عمري يعني طرحته عليكم. فهمتوا علي؟ عم بلاقي مشكلة أني أنا أخليكم تتقبلوا هذا الإشي، فمش عارفة أفهمكم أنه أنا هذا الإشي بحبه، ومش أنه أنا عم بتغير وعم بصير بني آدم ثانية، ولا رغدة ليش عم تتحول ولا فأنا من زمان بحب هذا الموضوع اللي هو انه فاشن واللبس وهي الاشياء وميك اب وديزاينرز وكل هالامور. يعني انا هذيك اليوم نزلت بوست كلكم كاتبين لي طب نزليها بعد الافطار، طب ليه هلا نزلتي، طب احترمي انه احنا بشهر رمضان. جماعه طب ما نزلتش شيء. ما نزلت صوره فستان، كنت قبلها بيوم مصوره فوق ال يعني 20 ستوري وأنا بمشي بالفستان وقاعدة وما حدا حكي إشي، بس عشان نزلت بوست قبل بساعتين من الإفطار صار مشكلة، وأنا ما بحترم شهر رمضان وما بحترم الإسلام. غلط يا جماعة، هذا التفكير كتير غلط وكتير عم بيضايقني إنه أنتوا عارفيني من سنين وعم بتفكروا عني زي هيك. أما بيسان إسماعيل فعم بتحضر حاليا لبرنامج رمضاني خاص بها، واللي رح تستضيف من خلاله عدد كبير من اليوتيوبرز، واللي من بينهم حيكون أنس الشايب ونارين بيوتي وموفلوكس. أما نارين أيضا عم بتحضر حاليا لبرنامج خاص بها اللي رح تعلن عنه قريبا جدا. فشو رأيكم بفكرة البرامج بعالم اليوتيوب؟ اكتبوا لي رأيكم تحت بخانة التعليقات.